وإغلاق المدارس والجامعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان حالة إصابة بهذا الوباء المستجد بالبلاد، كما أن توقف الدراسة هي من الشروط الأساسية للوقاية والتجنب من الإصابة بالفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأخطر وباء في العالم. ونظرا لتفاقم الوضع بعد تسجيل حالات إصابة جديدة، قدم رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو إلى الأمة التشادية رسالة شدد فيها على ضرورة احترام التعليمات والإرشادات والتطبيق الحرفي للإجراءات الوقائية. رئيس الجمهورية يولي اهتماما كبيرا بالتربية والتعليم، والدليل على ذلك المشروعات الضخمة التي نفذتها الحكومة في مجال البنية المدرسية وتوفير المعدات، بالإضافة إلى النداءات المتكررة بإلحاح من رئيس الجمهورية بهدف إرسال الأطفال إلى المدارس. كما جدد رئيس الجمهورية التزامه بدعم التعليم، حيث أمر في رسالته الوزراء المعنيين بالتربية والتعليم العالي إلى وضع برامج بديلة للعمل بها بمجرد أن تعلن السلطات الصحية بأن فيروس كورونا قد غادر البلاد، وأن تعليمات رئيس الجمهورية تحتم على الفنيين بوزارتي التربية الوطنية وترقية المواطنة والتعليم العالي العمل من أجل إعداد خطة عمل للنظام التربوي والبرنامج الأكاديمي لتعويض التلاميذ والطلاب لاستدراك ما فاتهم أثناء إيقاف الدراسة مؤقتا. جاء ذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية للحد من العدوى وانتشار الوباء، كما أن رسالة رئيس الجمهورية تؤكد حرصه التام لوقاية المواطنين من فيروس كورونا الفتاك من جهة، والسعي من أجل مستقبل أبناء وطنه من جهة أخرى، وأن دعوة رئيس الجمهورية إلى وضع آلية فنية تترجم الرغبة السياسية القوية للنهوض بالمدرسة التشادية، بالإضافة إلى أنها تعيد الأمل في نفوس الطلاب بإكمال المقررات الدراسية في حال استئناف الدراسة بعد الخروج إلى بر الأمان من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد كغيرها من الدول المتضررة من فيروس كورونا. لذا يجب على المسؤولين من التعليم الإسراع في رسم خطة العمل للمرحلة القادمة ما بعد فيروس كورونا.